السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في احوال طيبه، اموركم هانيه، تكونوا مرتاحين، ما خاصكم حتى شي. كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع هاد الاحوال الجديده، مع الاوضاع اللي استي صراحه شي حاجه اللي هي جديده علينا وما كناش كنتوقعوها وما كانتش كاع في الانتظار. انا كيف ما كتشوفوا معايا باقا في دارنا، مازال ما رجعتش بحالتي لداري. اش غادي نقول لكم؟ مؤخرا كان جا واحد القرار اللي هو القرايه او الدراسه غادي تكون عن بعد، غتكون عن بعد بالنسبه للناس اللي باغيين عن بعد، وغتكون حضوريا بالنسبه للناس اللي باغيين حضوريا. وكان الاختيار زعما خلاو الاباء ياخذوا هما الاختيار، يشوفوا هما شنو صالح ليهم، واش يقري وليداتهم. اللي اختار انه يقري وليداته عن بعد له ذلك، واللي اختار انه يقري وليداته حضوريا له ذلك، مع انه يتحمل المسؤوليه ديالته. بزاف ديال الناس حطيت واحد البوست البنات وقلت لكم تعطيوني الاراء ديالكم، الاسئله، تعطوني الاسئله ديالكم، الاسئله الناس اللي بغيتوا اي حاجه بغيتوا تعرفوها عليا، بحكم انني كيف قلت لكم ونقولها ونعاود نقولها مؤخرا صراحه تصدمت في الحب ديالكم ليا. عجبني الحال وفرحت، وكيف قلت لكم عطيتوني واحد الطاقه وحمستوني. وكنت صراحه كنت ولا غادي نحبس كاريمون، وما عرفتش كيفاش حتى تبدلت لي الفكره ديالتي، ما عرفتش كيفاش حتى اثرتوا فيا. وعجبني الحال، ما كذبش عليكم صراحه عجبني الحال بزاف بزاف، وفرحت بزاف بزاف ملي لقيتكم في جنبي ولقيتكم واقفين معايا ولقيتكم كلشي كيقول لي يا بشرى كملي، حنا معاك بشرى كملي، حنا ولفناك وليتي بحال ختنا. صراحه عجبني الحال، وبزاف ديال الناس قالوا لي بشرى انت بما ان عندك جوج الوليدات اشنو ناويه انك ديري في هذا المشكل اللي كاين، حيتاش هذا بالنسبه لنا راه مشكل. انا شنو غادي نقول لكم؟ انا نهضر على امون افي، زعما انا راني ما رادياش على هاد الدخول الدراسي اصلا يكون في البدايه ديال هاد السنه، حيتاش كيف ما كتعرفوا الاوضاع مازال شويه مخربقه. بالنسبه للناس ديال الابتدائي، انا غادي نهضر بالنسبه على وليداتي، واحد غيدخل للسي بي والاخر غادي يكون في الثالث ان شاء الله. كنقول باللي من الاحسن كنتاجل الدخول الدراسي على الاقل واحد الشهرين، او على الاقل حتى البدايه ديال العام المجيد اللي هي يناير، كان هكذا غادي يكون حسن، كانت غادي يبان شنو كاين، غادي الاوضاع غادي تبان. كيف قلت لكم البنات، يعني لو كان الراي بيدي انا، ولو كان زعما كان يقولوا لي شنو خصنا ندار، كان غادي نقول تاجل المدرسه، يعني ما تكونش نهائيا في شو تنبير، لا حضوريا ولا عن بعد. ولكن بما ان يعني القرار صافي تحط، يعني ما علينا الا تحنا اذا عمت هانت، يعني سوانا من عباد الله. انا عن نفسي البنات، انا الناس اللي كيعرفوني عارفين عندي جوج وليدات كيقراو في البريفي، جاد الله وخاف كان فلا غروند فلا مويان كان كيقرا في البريفي، وزياد قرا السي او 1 والسي او 2، وهذا العام غادي نكملو ان شاء الله في البريفي، حيتاش كيف ما كتعرفوا حتى الانتقال ما كيتعطاش، يعني حيت الناس كلهم فكروا باللي غي بما ان هذا العام ما غتكونش القرايه وغتكون القرايه عن بعد ما الى ذلك، كلشي اللي في البريفي قال غنهز ولدي وردو للدوله. ملي غادي نهزو ولادنا كلنا الناس اللي في البريفي ونمشيو للدوله، غادي يكون واحد الاكتضاض، غادي يكون واحد ما الناس ديال الدوله ما غيلقاوش فين يقريو وليداتهم، وغنزيدهم حنايا، والناس ديال البريفي غادي يضروا، يعني غادي تكون شويه القضيه مخربقه واحد شويه، بحال غادي نقادو مشكل اخر. يعني هاد الفرضيه ديال انك دير انتقال راه ما كايناش وما غاديش يساعدوك فيها. لذلك انا يا عن نفسي غادي نخلي الدري اللي عندي ديجا كيقرا في اللي مسجل ديجا زياد، غنخليه ديجا في البريفي، غادي نكمل معاهم تما. بالنسبه لجد الله اللي يلا غيطلع هذا العام سي بي، ما غاديش نسجلو في البريفي، ما غنسجلوش في البريفي، غادي نديه للدوله. وغادي نشوف بحالي بحال الناس، بحالو بحال الوليدات، غادي نشوف هاد القرايه عن بعد كيفاش دايره في الدوله. واخا انا راني سولت الناس اللي دازوا من في الاخر ديال السنه الماضيه، يعني داك 3 شهور الاخرانيه، الناس ديال الابتدائي بقاو كيتسناو هكا القرايه عن بعد في التلفازه، ما كانوش كيحطوا لهم. الاغلبيه سولتهم قال لك حنا ما شفناش. انا كنقول علاش شنو قالوا لي، ولكن هذا العام غادي نجرب بيديا، غادي ندخل الدري ان شاء الله غنسجلو في الدوله، وغادي نشوف هذا العام، غادي نشوف شنو كاين.
كانت المساله غتبقى العام كله عن بعد، فسواه من الناس اللي ديال تما ما غاديش نضيع له العام، ما يمكنليش انني نجلسوا في الدار وما نقيدوش نهائيا، ما غنضيعلوش العام، غندخلوا في الدوله وسواه من الناس اللي غيكونوا معاه. ان شاء الله العام الجاي تقدت الامور، هذا ديك الساعه غادي نهزوا ردوا البريفي. بالنسبه للراي ديالي للدراسه عن بعد، الدراسه عن بعد البنات ما هي حتى شي حاجه، انا كنهضر على راسي، ما استفدت لا انا ما استفدوا وليداتي ما حتى شي حاجه، حيتاش ما يمكنش وليد باقي صغير انك تجلس وتقريه عن بعد، ما مستوعبش هو اصلا الدري ديال الثاني ديال الثالث ديال القسم الاول انك تقري كتقول له اجي راك كتقرا عن بعد، ما غيفهمش شنو كيدير. عن بعد الدراسه عن بعد بالنسبه للناس اللي اعدادي شويه هكا في السادس الاعدادي ثانوي مستوعب وعارف راسو شنو كيدير وعارف راسو شنو تابعو، اما وليد صغير ديال 6 سنين 7 سنين 8 سنين راه ما غاديش يستوعب شنو هي كتقرا عن بعد، ما غيفهمهاش. كانت تجربه صراحه العام اللي داز في الدراسه عن بعد ما عجبتنيش نهائيا، الطريقه ديال التعليم ما عجبتنيش، انا كنقول لكم رايي الصريح، يعني الطريقه ديال كيفاش كيتعطى الدرس ما كتعجبنيش، جيست كيتصور لينا الدرس، كيتصور هكذا الدرس وكيتصيفط في واتساب، كيتصيفط في واتساب بدون شرح، كيتصور هكا يا كيتصور تصويره هكا ديال التمرين كيصيفطوها لنا في جروب واتساب، حنا كنخدمو وكنصورو عاوتاني ونصيفطو. الجواب شنو كيكون؟ هو واش داك صحيح او خطا، يعني ما تيكونش الشرح نهائيا، وما عندناش حتى المطبوع اللي نشرح منه لولدي، يعني لا مامو منها تخدم منها تشرح الدرس للدري منها يعني نهضر على راسي انا كنت كنشرح الدرس وكنخدم الدرس ونشرح له هو يخدم هو ونشوف معاه نعاود نشرح له نعاود نصحح له ونصيفط، يعني وداك التصيفطه اللي كنصيفطها في واتساب راني عارفه واش بامكاني انا نقول لولدي واش صحيح ولا خطا بلا ما نحتاج نصيفط لهم يردوه لي. عاد الطريقه ديال التسيير كانت تقريبا الواتساب كان خدام 24 ساعه على 24 ساعه، حنا خدامين في جروب واتساب، ما كانش واحد الوقت اللي هو محدد، مثلا هذا مثلا من 9 ل 11 ديال العربيه، من 9 ل 10 ديال العربيه، ومن 10 ل 11 فرنسيه، صافي فتي داك الوقت راه ما كاينش الدرس، لا يعني 24 ساعه ل 24 ساعه وانت خدام في هذاك لو جروب. الطريقه ديال الدراسه عن بعد ما عجبتنيش انا نهائيا، وماشي معها حتى 0.01% ضد انا القرايه عن بعد بالنسبه للدراري الصغار، وبالنسبه للطريقه كيفاش كانوا كيقراو بها ولادي العام اللي داز. انا ما كنعممش، انا ما عرفتش نتوما كيفاش قراو ولادكم، ولا انا نقول لكم الطريقه كيفاش قراو بها ولادي، كان فقط كيتصور الدرس وكيتصيفط، كيتصور هكذا في واتساب وكيتصيفط الشرح منا، كلشي من الاباء، وعاد حتى الطفل ما كيعطيكش الطوع في الدار، ما تيسمعش ما تيعطيكش الخاطر، ما راكم عارفين الدراري الصغار يعني صعيب باش تكونتروليه في الدار، وعاد ماشي كلشي ماشي كاع الدراري عايشين غير هو ماما هو باباه وخوه ولا اختو هو، لا كاين مساكن كاين اللي عايشين في عائله دار كبيره، كاين اللي مع عمام ومع جدات ومع عايشين عائله وحده، يعني صعيب 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 باش الام محيتها للدار محيتها العجوزتها لوستها لراجلها الولاد لوسها، الدار مخلطه بزاف ديال الناس، ويعاد شد هي ولدها وتجلس تقريه والضغط النفسي والستريس والكونيكسيون بزاف ديال المسائل، والدار عامره راه ماشي كلشي ناس متوفره لهم انهم جالسين في ديورهم غير لي بارون او لي زونفون، لا راه كاينين الناس اللي مساكن هكا عايشين بزاف، واش غادي نقول لكم يعني كيف قلت لكم انايا الناس اللي خداو بالراي ديالي، انا بالدراسه عن بعد ضد هذه الفكره، ومين صيفطش وعاوتاني ما نقدرش نغامر بوليداتي ونصيفطهم وحنايا في هذه الاوضاع هذه، ما نقدرش نصيفط وليداتي هما مساكن، راه واخا شوفوا البنات انا بالنسبه ليا انا وراه واخا يديروا في الاحتياطات حتى يديروا في الاحتياطات كيبقاو دراري صغار، راه غير الدور هكا غير لا ميتريس الدور هكا للسبوره، واحد يهز ستيلو يديرو هكا فمو يطيح له يهزو الاخر يدورو من موراه يمشيو لي طواليت الاخر يدخل من موراه، يعني ما يبقاش تابعين هما حتى في لي طواليت، وعاد الاوضاع اللي جايه راه جايه الخريف جاي البرد جاي الرواح جاي الكحبه جاي، ما نغامرش بولدي نهائيا، الله يجعل هني ندير ليه سنه بيضاء، صحه وليداتي بالدنيا، الصحه ديال وليداتي بالدنيا، يعني نضرب له انا عام كامل في الزيرو ما يهمنيش باقي صغير، دخل على 6 سنين حنا دخلنا على 7 سنين، شنو طرا فينا شنو نقص فينا حتى شي حاجه عاديين،
نضرب العام ديال ولدي كله نضربه في الزيرو وما نضحيش ما نضحيش بالصحيحه ديال ولدي، حيتاش وليداتي مسؤولين مني، وليداتي مني انا، من ما عارفين والو، الا حول لا هو لا قوه. قلت له سير غيمشي، قلت له اجي غيجلس حدايا، هو ما عارف والو، واخا وما بغيتش نركب فيهم داك الرعب لا وعندك كورونا وغتموت وهذا، لا احنا كبار وهاد المسائل هادي درتنا في خاطرنا ودرت لنا ستريس وزيراتنا وعايشين على اعصابنا وخلقت لنا مشاكل، عاد هما مساكن صغار ونزيدوهم بهاد المسائل. انا عن نفسي البنات الناس اللي قالوا لي بشرى شنو غادي ديري، انا بما انهم عطاو الاختيار غادي نقري عن بعد. ولدي ما يوصلش للمدرسه نهائيا، ما يوصلش للمدرسه حتى تحسن الاوضاع وحتى نعرفوا بلي صافي الدنيا صافيه. باش غادي نكونتروليو على باش غادي نكونتروليو على كورونا في الاقسام، راه صعيب شويه الحال، وراكم كتعرفوا راه ملي كيجي غير الوقت ديال القمل في ليكول ورا القسم كله كيتليط بالقمل، هذا غير القمل، عاد كورونا اللي هي كتنتقل بالزربه. ما نغامرش بوليداتي نهائيا. وانا كيف قلت لكم يعني زياد بما ان ممكن ما غاديش يعطوني ما غيساعدونيش في الانتقال، كون يساعدوني في الانتقال راني ما نخليش في البريفي، غنهزو هاد العام ونديه حتى تقاد الاوضاع، حيت بنادم الله يكون في العوان، راكم عارفين البريفي والمصاريف ديالو والكتوبه وهذا، الله يكون في العوان. كاين لي شارج وكاين بزاف ديال المسائل، كاين الطبيب كاين الكرا كاين بزاف ديال المسائل، كاين لي شارج ديال بصح راه كنطيروها من جوعنا باش كنقريو بها ولادنا، راه ماشي تقولوا الناس اللي كيقريو في البريفي نتوما اختاريتو البريفي دونك راه عندكم وهذا وهذا، لا راه كنطيروها من جوعنا باش كنقريو وليداتنا، وماشي شي قرايه البنات، ما تسمعوش البريفي غركم تقولوا راكم شي بريفي، لا جست انك مرتاح على ولدك وكتمشي كتكونترولي ولدك، كتهضر مع المعلمه مع المدير، كتراقب ولدك ملي كيمرض كتجلسوا في الدار كيعاودوا له امتحان، يعني موفر لي واحد الاجواء اللي هي سهله وصافي، هادشي اللي كاين. شي حاجه اخرى راه ما نكذبش عليكم، كيف قلت لكم ونعاود نقولها، الناس اللي طلبوا شنو اللي قالوا الراي ديالي شنو غادي ندير انايا، التجربه ديالتي مع الوليدات الصغيور غادي نسجلوا في الدوله مؤقتا، غادي نسجلوا في الدوله بيد ما نشوف هاد العام كيفاش غادي تكون الاوضاع، ان شاء الله غير تولي المسائل مقاده غادي نهزو ردو البريفي الله يجعلها في الدوره الثانيه. شوفوا انا كنقول لكم باش ما تقولوش لا راه كذبتي عنا ولا راه قلتي، شوفوا البنات الله يجعلها كورونا ما تبقاش في الدوره الثانيه غندير له انتقال، غنهزو من الدوله وردو البريفي. الكبير ما يمكنليش حيت ما غاديش يساعدوني، ولو انهم يساعدوني غادي نهزهم وردو البريفي. المهم كيفاش كانت المستجدات وشنو ما كان انا غادي نقول لكم، ولا طلبتوا النصيحه ديالي، ما تغامروش بوليداتكم، ما تغامروش بوليداتكم، اللهم سلامه ولا ندامه، باقين صغيورين، الا وليداتكم كبار هكا في الاعدادي ولا ما عليش راه مستوعب وعارف راسو شنو كيدير، الا البنات وليداتكم صغيورين في ابتدائي، لا ابتدائي مساكن راه ما عارفين حتى شي حاجه، ما عارفين والو، ما عارفين حتى شي حاجه، وما تقوليش انا ولدي لا راني وعيته وراه واعي بالخطوره، ولدك انت يقدر ولدك انت يكون واعي، ولكن ولد واحد اخر ما غاديش يكون واعي بهاد المسائل، يقدر يكون باه ولا موت يقولوا له ما كايناش، هو جالس في الدار وكيسمع ما كايناش كورونا، ما واعيش بهاد المسائل، يعني لا داعي لهاد الاختلاط. انا كيف قلت لكم مع الدراسه عن بعد، وليداتي ما غاديش نديهم ليكول، ما غيوصلوش لها نهائيا تحت اي ظرفين كان، ما يمكنش. وانا كيف قلت لكم شوفوا واخا نهضر معكم صريحه، يعني واخا كون كانت الدوله قالت باللي غادي تكون الدراسه حضوريا، ما كنتش نغامر بوليداتي، ما نقدرش نغامر بهم، ما حيتش انا اللي مسؤوله عليهم، انا اللي عارفه الكاركتر ديال وليداتي كي داير، عارفه الصحه ديالهم كي دايره، عارفه كيفاش هما كيفاش دايرين، يعني ما نغامرش بهم ونهزهم ونحطهم في واحد البلاصه اللي ما عارفاش شنو تما، ما عارفاش شنو كاين. وصافي البنات هادشي اللي كاين، كنتمنى ان نكون فتكم وتكونوا انتم غديروا لي مسلككم، انا قلت لكم شنو غادي ندير انا وكيفاش فكرت انا وكيفاش غنجيري مسائل ديالي انا، وكيف قلت لكم يعني جد الله حيتاش عندي بامكاني ان باقي ما داخلش، يعني عندي الحق انني ندخلو في الدوله، غادي ندخلو في الدوله، ووقت ما غتولي المسائل مقاده غنهزو ردو البريفي. وكيف قلت لكم البنات ونعاود نقولها، يعني كنردو كنقري وليداتي في البريفي، ماشي شي بريفي نيت، عادي على قد حالي انا، الحاجه وحده هو باش نوفر لهم داك نوفر لهم هكا الى مرض يعاود الامتحان، بحكم انني كنديبلاصا بزاف للرباط كل شهر، يعني في الدوله ما غيساعدونيش نجيبهم بجوج
كل شهر خاصني نغيب ليهم 4 ايام ولا 5 ايام في الاخر ديال الشهر الا كان الامتحانات كيعاودوا حيت واحد ديما كيمشي في الرجلين ديال الاخر جاد الله كيجي للمدرسه والاخر كيتبعوا في الرجلين يعني ضروري غادي خاصني البريفي في هذه المسائل هذه كيتسهلوا معايا كيعاودوا له امتحان لا مرض كيعاودوا له امتحان يعني بزاف ديال الحوايج والقسم شويه فيه وكيكون واحد مهم انا بالنسبه لي انا كنهضر على الراي ديالي انا وصافي وكنتمنوا من هذا الشيء كامل يا ربي رفع لنا هذا الوباء يا ربي ترفع لنا هذا الوباء يا ربي تخفف ما نزل وهذا هو الراي ديالي وهذا الشيء اللي غادي ندير انا هذا العام وكنتمنى انكم تشوفوا نتوما اللي مسلككم انا قلت لكم الراي ديالي وشنو غندير انا وانتوما كل واحد يشوف اللي مسلككم تهلاو ليا بزاف راسكم وكنبغيكم بزاف ومع السلامه.